يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله من جديد وبرنامجكم قانون اللعبة. يوميا احنا وياكم بتغطية شاملة لكل الرياضات الممكنة هنا في الكويت واللي يمثلونها محليا، خليجيا، عربيا، دوليا بإنجازات كثيرة. أكيد رياضتنا اليوم هي رياضة جميلة، على قولتهم توها داشة السوق وتوها احنا بالسوق أو الراغبين فيها للحين. صراحة مو العدد اللي احنا نطمح له، ولكن اكيد من بعد هذا اللقاء ان شاء الله وتأتي بلقاءات اخرى من خلال الراغبين في هذه الرياضة. على العموم المقدمة لن تطول كثيرا، فالحديث سيكون اجمل مع اجابات الكابتن عمار الجريوي مع بعد ما نتعرف على سيرته الذاتية. خلونا نرحب بالكابتن عمار الجريوي. حياك الله كابتن عمار. حياك الله مساعين. في شيء ايام الدراسه اسمه فيزياء وماده صعبه وحلوه، عبالي ماده دراسيه شيء نخلصها ندرسها ونخلصها وتاخذ فيها الجريد وتمشي. عقب ما خلصت وكل شيء عرفت الحياه من النشاه الى هذه اللحظه الى اخر يوم في حياتنا هي كلها فيزياء. يقول لك قلاص الماء تشيله تشربه فيزياء، فكل عمليه في حياتنا فيزياء. صحيح. هل هناك دمج وربط ما بين العالم الافتراضي اللي انتم تقومون فيه بالطيران اللي هو الفي ار مع خلينا نقول الواقع الفيزيائي؟ صحيح مشاهدي. احنا مثلا لما تلبس النظاره هذه صراحه يعني اول ما نلبسها خصوصا بالسباقات اذا ما حسيت ان انت داخلها، انت هني يعني قاعد انت بنفسك قاعد هني يعني قاعد عليك بالعدسه. حلو. وحتى لو تشوفنا احنا وانت واحنا نطير تشوفنا قاعد نتحرك بشكل يمكن اللي ما يعرف يضحك الطير طبيعي يقول اخ ايش في هذا لا يطيح لا ما ادري شنو. ايه. عرفت. بس احنا اندماجنا اندماج كلي داخل الدرون هذه وداخل العدسه، فصار عندك هني العالم الخارجي مع العالم الافتراضي اللي انت قاعد تشوفه. صح. فخلط جسمك وعقلك بين الفيزياء وبين العالم الافتراضي. ففعلا فعلا انت لازم تعيش اللحظه. نعم. او تعيش اللي قاعد تشوفها عشان تضبط السرعه اللي تبيها وتتفادى وتكون مميز في هذه الرياضه. الطائرات بشكل عام ما فيهم عجلات صح حق النزول والهبوط؟ لا 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 دايركت سي على وهذه بعد يعني ان شاء الله يشوفون لها حل مستقبلا. شنو يعني؟ لان ساعات احنا ننزل على الباتري بشكل ايه؟ قوي او شيء مباشر فتتاثر اي معنا. حلو. اسرع طياره درون مرت عليك؟ والله شفتها باليوتيوب. ايه كم؟ تقريبا وصلوا 280 او 300 كيلو متر بالساعه على تونها على شكل صاروخ. الله. اي وايد وايد صارت لامبورجيني بس درون شيء خطير. متى استخدمته او تم استخدام خلينا نقول الدرون في سينما؟ والله احنا الحين شغالين الحمد لله بالكويت. انتوا هني بالكويت؟ احنا بالكويت عندنا يعني تاريخيا عندك معلومه في هذا الجانب؟ ودي اعرف صراحه. لا والله كديتني يعني انت لما قلت احنا احنا الحين احنا بهذه كنوع اف تي في تحكي. اي وصلنا حق السينما. حلو. وصلنا ان نطير كاميرات سينمائيه. نعم. على درونات سريعه ودشينا عالم السينما بالكويت الحمد لله. يعني رياضه الدرون هل هي على قمة المنافسات التكنولوجية في السباقات؟ هل هي على القمة؟ والله تطورها سريع جدا. ما أقدر أقول لك هي على القمة ولا، ولكن التطور مستمر فيها والتطور كبير وسريع يعني سريع ما تتصور ايش كثر. فكل ما أقول لك كل سنة يمكن كل ثلاثة أشهر تشوف منتج جديد، موتر جديد، سرعة ثانية. حلو. شغلة ثانية يعني تكنولوجيا ديزاين صراحة ما يمديكم متطورة يعني جدا مثل الموبايلات الذكية. لا والله اسرع اول لا ها وايد سريع. لا انا قايل كونها جديدة تطورها سريع. اي بالضبط بالضبط. زين اروح الى جانب اخر السباقات. السباقات اللي على قولة الواحد ما يعرف نفسه الا لما يحقق انجاز يقول انا وصلت من مرحلة وتقدمت الى مرحلة افضل. كلمني عن انواع السباقات الموجودة، اذا هناك فئات، اذا هناك اقسام، اذا هناك يعني انا سامع في فئه الحر مثلا. صحيح. وبعد
في 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 فزودني فيهم. شوف هو يعتبرون ك اف في في نوعين من السباق، سباق اللي هو سباق الاقواس او نفس اللي عندنا هذا حلو. سباق التراك خلينا نقول. جميل. الفورمولا تذكرني بالسيرك. ترى تقريبا نفس الفكره يعني بتدش من واحد بتلف على الثاني بترجع. حلو. في لك تراك معين لا نقاط، كل بوابه لها نقاط، طوفت واحده تخصم عليك نقاط. نعم. السرعه مطلوبه. حلو. يعني مو بس الوقت، والالتزام في البوابه. حلو. اذا انت طوفت بوابه طبعا في حكام. نفس والله سباق الخيول يعني الجنب بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط تقريبا نفس الحواجز. نعم. نعم. سرعة وحواجز، وإذا طوفت حاجز أو طقيت حاجز صح. إحنا طق عادي عادي ما يخصم ما عليك نقاط. حلو. بس إنك لازم حتى لو تطيح تعدل طيارتك وتكمل. جميل. بس إنه وقتك راح عليك الوقت صح كلام. سواء دعمت أو يعني طاحت بالأرض وعدلتها وطرت هني في تايم بينك وبين الثاني. حلو. هذا النوع الأول. أي ونوع اللي هو الحر الفري ستايل الاستعراض. الاستعراض يحطون أقواس معينة، يحطون مثلاً مثل بايب طويل. إيه؟ يحطون مثلا سوي حركات تتقلب تلوت. إيه. قبل ان اروح البطولات العالميه انا موجود في التراك وقاعد اشوف الحواجز، لكن مسافات كبيره للحواجز والدرون يعني صحيح السرعه فيها، لكن هل التراك او نظام الخريطه يتغير من مسابقه لمسابقه؟ إيه طبعًا من مرحله لمرحله؟ طبعا احنا تقريبا نثبت لنا بهذا الشكل مده معينه. إيه؟ ونغير كل فتره وفتره، نغير نخلي مثلا يمين دخله بدها تكون يسار. حلو. نشيلهم لا تشوف انهم متحركين. جميل. فنقدر نشيل ونحط ونغير التراك بالشكل اللي احنا نبيه وبالشكل اللي نتفق عليه احنا كشباب. الدوري متى يبدا ومتى ينتهي؟ احنا عاده نبدي دورينا من نص 9 تقريبا على ما يحلى الجو، بس لان الحر وايد ياثر على البطاريات وعلى الدرون وعلينا احنا صراحه ما نتحمل يعني. ليش تقريبا شهر 2 شهر 3 هني نسكر الجدول مالنا ونشوف منو اللي جاب نقاط اكثر. ممتاز. بيننا احنا ونقدمه حق النادي، واذا احنا نقترح كاداره درون اذا في بطولات خارجيه والنادي يتكفل جزاه الله خير. في الحين احنا نروح وصلنا الى النقاط، النقاط شلون تحسب ما بين اللاعبين، وهل يتم كل اختيار فريق الدرون المشاركه في البطوله الخارجيه، ولا الاعلى خلينا نقول حصول على النقاط يتم اخذه او يروح يمثل الكويت؟ احنا دائما احنا حاطين هذا عشان ما يصير زعل بين الشباب، وش معنى فلان وش معنى. نعم. فلان وهذا. احنا نسوي الدوري هنا وتراك ونشوف نقاطكم صح، واللي سابق واللي يفوز ويثبت جدارته هو اللي يقدر يعني يمثل الكويت بالنهايه وتمثل البلد. بالضبط بالضبط. نحتاج الافضل، احنا نبي على قولته مشاركه فعاله. بالضبط بالضبط. الحواجز اللي قاعد اشوفها هذه كلها من الاسفنج، هو داخل حديد. ايه. وملبسينها اسفنج على اساس ان الصدمه مالت الدرون مالت الطيار او الطيار. إيه؟ الدرون نفسه. على العموم عمار، المسابقات والسباقات والذكريات والانجازات انا وياك في الحلقه الجايه ان شاء الله. تشرف. مشاهدينا انتظرونا، خلينا نتعرف على المسابقات والانجازات لفريق الدرون بالنادي العلمي الكويتي في الحلقه القادمه. فما الله.